الدولة تتعلق بموضوع الإرهاب وتنظيم أنصار الشريعة ضال في العمليات الإرهابية اللي وقعت في تونس، فهو المسؤول على الاغتيالات لعدد من رموزنا السياسية شكري إبراهيم ومحمد إبراهيم الله يرحمهم، وكذلك شهدائنا من الجيش الوطني والحرس الوطني والأمن الوطني وجرحانا أيضا، وهو أيضا المسؤول على شبكات لتجميع الأسلحة وتخزينها، وهو أيضا المسؤول على التخطيط للقيام باغتيالات أخرى وللقيام بمداهمات لمراكز أمن ومقرات عسكرية وبالتخطيط للانقضاض على السلطة. ذكرنا أيضا أن هيكلة هذا التنظيم بعد كل الاعترافات وجمع بين مختلف المعطيات اللي عنده، أن هيكلة هذا التنظيم قائمة على هيكلة عسكرية فيها جزء مدني فيها جماعة عسكري وأمني حاليا عدد كبير من العناصر بتاعه بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار بعد حمليات نظارة متواصلة، وأنه دور جزء منه هو جمع المعلومات ودور جزء آخر هو التمريض زيادة على شبكات تهريب السلاح والتمرين وتوزيعه. بعد عقد كل الاجتماعات الأمنية الضرورية، عندما نقول أمنية بمعنى موسع يعني أمن وجيش زيادة على هيكل الدولة، ومن بينها أيضا الاجتماع تاع مجلس الأمن القومي برئاسة الأخ رئيس الجمهورية، اتخذنا منذ بعض الوقت قبل بعض الأسابيع قرارا بتصنيف هذا التنظيم كتنظيم إرهابي، تصنيف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي بما يترتب عن ذلك على المستوى الأمني وعلى المستوى الأدلي وحتى على المستوى الإعلامي والمستوى التعامل الدولي. وطبعا القضاء له كامل الصلاحية وهو الذي له سبق الفصل في ضوء الملفات التي أحيلت وستحال إليه تباعا في هذا القرار. هذا القرار أحيل في المقر بناء على توقفات وقرائن ومحفوظات وأدلة لا يرقى إليها في تقدير المشاهد. كل من ينتمي لهذا التنظيم سيتحمل كامل مسؤوليته القضائية في الانتماء لتنظيم إرهابي. كل من يحافظ على هذا التنظيم سيتحمل مسؤوليته الكاملة قضائيا في المحافظة على تنظيم إرهابي. والنقطة الثانية تتعلق بالحوار الوطني و وزع البلاد وتجمع المبادرات المطروحة وموقع الحكومة وما إلى ذلك. هذه الأربع نقاط اللي رأى مجلس تأسيس بأولويات في أفق نهاية الكل ونجم نكمل الأساسيات الكل ويواصل مهامه بعد ذلك المعهودة. رئاسة الجمهورية تشتغل وتواصل دورها اللي بتقوم به دائما في صلاحياتها وكذلك في تأطير والتقريب واحتضان مختلف الأطراف، والحكومة تواصل عملها في هذه التحديات الأساسية الثلاثة الأمنية والاقتصادية والسياسية، وحوار وطني يعد لحكومة الانتخابات تأخذ تتسلم مسؤوليتها عندما تكون جاهزة ويكون المجلس الوطني التأسيسي قد أنهى الاستعدادات الأساسية الدستورية